اهلا يا جماعه، كيفكم اليوم؟ نحن بالاكتيفيتي 2 هنحكي بطريقه كتير مبسطه، نحكي بالعربي ليقدر يفهم الطلاب من جميع المستويات، وطبعا يعني مش كله بالعربي، بالصلاحات هي اشياء معينه ما فينا نشرحها الا بالمصطلحات الانجليش العلميه اللي لازم نكون نستعملها، بس يعني قد ما فينا عم نحاول هيك نرتب الموضوع حتى نقدر نستفيد سوا. الاكتيفيتي 2 بالشابتر 3 ذا جريد 7 بيولوجي. هون نحن بالبيج 52 امبارح حكينا وعملنا كيف نعمل اناليسيس وكونكلوجن من هيدا الدوكيمنت سي اللي هي ريزلت من الاكسبيرمنت اللي بينت معنا هون، عطينا اياها بالباراجراف 1 بتاعت الدرس. الباراجراف 1 اللي عم تحكي عن اللي اثبتت انه في ريسبيريشن ان فيش، بين معنا ان السمكة تستعمل الاكسجين وبتطلع كربون دايوكسيد. هلا اليوم امبارح تعلمنا على سكيل جديدة كيف نحلل اكسبيرمنت او نتيجة اكسبيرمنت، يعني how to analyze an experiment and how to draw out a conclusion from an experiment، يعني بالفيديو السابق. هلا بهذا الفيديو هنتعلم كيف نحول table of results مثل هيدا لنعمله graph. هلا هيدا التيبل تاعو الريزلتس، بدنا لحتى نقدر نعمل منه جراف بدنا نحول هيدا التيبل لجراف او رسم بياني، لانه عادة بالعلوم نعمل رسوم بيانية لحتى نقدر نعبر عن فكرة معينة، مش بأرقام وجدول نعبر عنها، بنكون برسم بياني اللي هو جراف. وهلا نحن حنرسم الجراف عنا. هلا اول شيء اذا لاحظتوا هون الجراف بده يكون في بقلبه عنصرين اساسيين، واحد اكس اكسس فيه التايم وما بيزبط بغير طريقه طبعا، هلا بشوف كيف. واي اكسس هو الكوانتيتي اوف اوكسجين. اوكي هلا انا حصور من الدفتر كيف انا عم برسم الجراف حتى نقدر نعرف التفاصيل كيف نحن هنحط هدول النقط على الجراف كرمال يطلع معنا بالطريقة المضبوطة. هلا هون في عنا عدة نقط نحن بدنا نرسمها على الجراف. عنا هيدا أول نقطة، تانية، تالتة، الرابعة، الخامسة، السادسة، والسابعة. سبع نقط هلا بدنا نعينهم على الجراف ونقدر نشوف كيف هن عم يرسموا. هلا بداية بدنا نلاحظ الارقام كيف هن عم يتغيروا بين بوينت بين وان بوينت وانذر، يعني مثلا بالوقت، ما هون الوقت قاسمينها بالمينتس دقايق، بس كان الوقت 0 1 2 3 4 5 6، يعني فينا اذا بدنا نرسمهم على جراف فينا ناخد 1 سنتيمتر او 1 بلوك على الورقة الكرو لكل دقيقة. هلا بنشوف for each one minute horizontally طبعا على الجراف، هلا ببين معنا كيف. بينما quantity of oxygen اذا لاحظتوا هن اعلى رقم فيهم هن 7 بعدين 7.9 6.9، وهيك ضلوا نازل، اقل شيء صار 6.4، يعني وكأنه هون عم لازم اضبط شيء يكون كل 0.1 هي كروية واحدة على الجراف. اوكي لانه احنا بهمنا لحتى الكرويات تاعو الدفتر نقدر يعبروا لنا عن الفكرة تاعت الجراف، يعني اعلى نقطة في منهم بتكون هي 7 ومصير ننزل فيها لتصير اوطى نقطة هي ال 6.4. هلا تنقدر نوضح الفكرة اكتر هنروح نشوف الدفتر وكيف هنشرح فيه الفكرة. هيدا كاميرا، هيدا الدفتر لنشوف كيف دي نرسم الجراف عادة. هلا تنقدر نرسم الجراف، هلا هون ما بعرف كيف اذا بتكون واضحة، تنروح نشوفها اذا نوسعها هيك. طيب اول شيء طبعا بالمسطرة وبالقلم
بنرسم x axis و y axis. فال x axis وال y axis بيكونوا خطين، بس واحد منهم بيكون perpendicular على التاني، يعني بشكل عمودي. أزبط شي؟ أنا هلأ كرمال يبينوا معنا هون، هرسمهم باللون مختلف، هرسمهم باللون الأحمر لأنه لا يبينوا منيح. هيدا ال x، هيدا ال y axis اللي هو خط عمودي. وإذا طبعا بدي أقوم بالمسطرة، بس أنا لأنه ماسك التليفون بالإيد التانية فمش قادر أكتب أمسك مسطرة. هلا عم حط هيدا الأرو، صار عنا هلا هون كرو 2 3 4 5 6 7 8 مثلا، وهيدا 9، ولا عادة بنحط 10 كرويات. أوكي، نسطرها بالمسطرة، وبناخد كمان 10 كرويات بالعرض horizontally. وانا لانه مش بالمسطرة عم تطلع معي شوي غلط. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة ثمانية تسعة وبعدين 10. يلا خلينا نمدها شوي بعدها، بقينا 12 وحدة، يعني مش غلط. اوكي، هلا بنرسم. هلا حاطين لهون على بالصف الاولاني من التيبل، اذا لاحظتوا في تايم الوقت، واصلا انتم طبعا فيكم تشوفوها معي على هذا هون التايم. لا تعبان، هي اكتبها بالاحمر ما بيأثر. هذا تايم، هون بنكتب التايم لانه هو فوق بقلب التيبل. اليونت تاعيتها كانت بالمينتس. اوكي، بينما على الواي اكسس كان كوانتيتي اوف اوكسجين، كمية الاكسجين. هيدا كوانتيتي، هيك نرسم الجراف اوف اوكسجين. وهلا هيدا الجراف اسمه لاين جراف اللي حنرسمه، وان مليليترز حاطينه هون. اوكي، بس هيك كمل فرجيكم مزبوط هو كيف كان تيبل. هو هيدا هو، لاحظوا كيف. هلا بامكانيات متواضعه لانه بتعرفوا هلا قطع الانترنت وقطع الكهرباء وكذا، فعم سويهم هيك بطريقه بسيطه، سكرين ريكوردينج على التليفون. سامحونا يا جماعه. شوفوا نحن اذا هلا تايم هون هيك، هذا هو الواي اكسس. لما بنلاقي هذا الواي اكسس اللي هو بيعبر عن الكوانتيتي اوف اوكسجين، يعني لما بدنا نرسمهم بجراف، شوفوا كيف اللي بيكون تحت بالتيبل هيكون فوق بالجراف quantity of oxygen، واللي بيكون فوق بالتيبل بيكون تحت بالجراف. طيب ماشي. هلا بالنسبة للوقت، ما نحن عنا 0 1 2 3 4 5 6، هون بدنا نحطهم عنا هون على الجراف. شو كيف هتصير القصة؟ اوكي، هاي هون الزيرو طبعا، بعدين بنقسمهم هيك لانترفلز او لسيجمنتس، يعني على ال هلا اللي ما بيعرف هون يسويهم بايده بده يعملهم بالمسطرة، مش خط طالع نازل. ولانه هون بالجراف عنا 0 1 2 3 4 5 6، بدنا نكتبهم هن ذاتهم هون. هيدي 0 بعدين 1 2 3 4 5 6، ما بقى في اكتر من هيك، ما بنكمل على الاخر لانه اخر رقم عنا اياه هو 6 على التيبل. هلا بنلاقي هون ليش اخذت كل كروية واحد دقيقة، يعني 1 minute، لانه هو الفرق بين كل كرو وكرو تاني هي دقيقة دقيقة دقيقة. إذا لاحظتوا، إذا بنقص 6 ناقص 5 بيطلع دقيقة واحد، وهيدي 5 ناقص 4 بيطلع كمان دقيقة، وهيك. بينما إذا هون هلا بدنا نشوف الـ quantity of milliliters، إذا بنقص وحدة من وحدة بيطلع 0.1، فإذا هون لازم نقسمه لـ 0.1. فشو بنساوي؟ عنا أكبر رقم فيهم 7،
7. فأزبط شيء ناخدها هيك هيدا. خلينا نقول انه هون فاذا فوق بده يكون 7. اذا هون قسمناها هيك اوكي، فاذا 6.4 اصغر رقم فيهم. هون بدي احط خطين هيك، ليه؟ لانه في مسافة طويلة ليصل 6.4، فهون بحط 6.4. اوكي، هيدي ضرورية كتير، لانه نحنا هون المسافة بين الزيرو و6.4 كتير كبيرة، فما بتزبط يكون كارو واحد، فبنحط فيه خطين انه نحنا قصينه هيدا الخط العمودي اللي هو الواي اكسس بسموه. هيدي هلا 6.5، الرقم هون 6.6، وبيلحقوا فوق 6.7، وبعدين 6.8، ثم الاكس 6.9، بعدين 7. هون 7 هون. اوكي، بلش هلا نعمل النقط، والنقط انتبهوا بنعملهم بقلم مروس، هنستعمل الرصاص بحاول شد عليه، بس بنحط النقطة مش نقطة، بنحطها اكس عادة ليكون دقيق اكتر. هات نبلش نشوف شو هن النقاط اللي عنا هون. اذا قبل ما نعمل اي شيء بدنا نحط شو سكيل اللي احنا استعملناه. شو يعني سكيل؟ سكيل يعني كيف استعملنا كل كروية شو بتمثل بالمليليترز وبالتايم، اذا كان vertically او horizontally. ليكو شو يعني؟ مش نحنا قلنا انه لكل كرو على الاكس اكسس اللي هو هيدا الخط الافقي بتمثل دقيقة كاملة، فلازم نحط هيك سكيل، نحطه هيك هون على الطرف يعني بطريقة ما نزعج الجراف اللي حيطلع معنا. نحط هون خطين، خط هيك عمودي على كرو واحد بس، وانتبهوا مظبوط يكون راسه لهيدي الارو على الكروية الوحدة بس، راسها هون وهيدي راسها هون. اوكي، طيب كيف بدها تصير هلا؟ بنحط هون 1 مينت، مش هيدي المسافة كل واحد منهم لهدول هي دقيقة، فهون بنحط 1 مينت، دقيقة واحدة بكل كروية، يعني كل كروية بالعرض بتمثل دقيقة، بينما كل كروية بالطول بتمثل 0.1 ملي. بس هون بدنا نحط 0.1 مليليتر، ما دي 0.1، 0.1. اوكي، هيدا لكن بنسميه سكيل، وهو كتير مهم. هيدا سكيل في عليه علامة لحاله ضروري ينكتب. اوكي، طيب هات لنشوف كيف الجراف بده يكون. اول نقطة هلا بدنا نرسمها هي 0.7، هاي 0 وهدي 7، 0.7. ليك كيف عم نعمل هون، هيدي الزيرو هون 7، حط اكس ونشد عليها شوي بالرصاص ويكون مروس. هاي اول نقطة بدي بلش فيها الجراف او الكيرف. هلا النقطة التانية هي 1 6.9، يعني لما كان التايم 1 الاكسجين بده يكون 6.9، يكون هون النقطة. ثالث نقطة 3 6.7، وهيدي ال 3. اوه لا لحظة، ال 2 6.6 6.8، هيدي هون ال 2 لل 6.8.
ال 3 6.7 وهذه حبة ال 3 6.7 وال 4 ده ال 6.6 ما هيك صح. بعدين ال 5 6.5 5 هيدا 6.5 وال 6 ل 6.4 اوكي. هيدا انرسم نقط بس بعد ما نوصلوا صاروا جراف بتصيروا جراف بعدين نوصلهم ببعضهم فبنوصلهم يا اما بتكون ايدنا جالسة عم نوصلهم ببعض او بنستعمل ساعتها مسطرة وبنوصل كل نقطتين ورا بعض بنوصلهم ببعضهم ما بنكملهم لتحت ابدا بصير في غلط بنقصلنا العلامة ما بكملها لفوق بس هيدا هو حدودها وبحاول هيك شدها شوي بيكون قلم مروس طبعا شفتوا كيف القلم مروس هيك بنرسم الجراف بالطريقة البسيطة ابسط طريقة يعني نرسم فيها جراف اوكي ده هون يعني هيدا بيقول انه the quantity of oxygen is decreasing during 6 minutes هذا اللي قلناه بالاناليسيس شفتوا كيف بصير الاناليسيس اسهل من انه نعملها ب بالاناليسيس العادي او من التيبل يعني قصدي طيب بيبقى في عنا عنصر اخير بدنا نكتبه للجراف هذا بدي الجراف انتم تكونوا عم ترسموه عندكم على دفتر تتدربوا معي هو التايتل عنوان كيف بدنا نكتب عنوان للتيبل سوري لهيدا الجراف دايما التايتل بيكون the variation of هاي اللي فوق as a function of هذا اللي تحت يعني التايتل شو بيكون this graph shows this graph shows the variation تغير of the quantity of oxygen as a function of time هذه هي وهيك بيكون جراف كامل عملناه حولنا التيبل هذا اللي عم نحكي عنه فوق اللي بالكتاب بpage 52 هيدا حولناه لصار جراف بهذه الطريقة اوكي عملوه عندكم على الدفتر اذا عندكم شي صعوبات كمان احكوني على الواتساب او بالكومنتس وما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب ليجيكم دايما كل شي جديد اوكي اذا كل جراف لازم يكون فيه تايتل يكون في إله اللي بيكون تحت بالتيبل بيكون فوق بالجراف واللي بيكون فوق بالتيبل بيصير تحت بالجراف نرسم النقاط يكونوا اكسات وبنوصلهم ببعضهم ما بنمد الجراف لبرا عن هون ولا لهون وبنكتب سكيل ضروري اوكي كتير مهم هذا البارت وما تنسوا عملوا له سكرين شوت اذا بدكم كمان حتى تقدروا تتاكدوا مزبوط كيف عم نعملهم بنفس الطريقه ما في له طرق تانية هيك بس بنعمل الجراف اوكي هذا كل شيء لليوم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته انتبهوا منيح على حالكم ودرسوا منيح نحن اليوم لكن بس عملنا تعلمنا كيف نرسم تيبل نحوله لجراف